خلونا نشوف أخبار المحافظات واللي شهدت أخبار خدمية كتير، ونبتدي بمحافظة كفر الشيخ واللي سلمت 16 عقد تقنين للأراضي من أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين. كمان أيضا في سوهاج تم فحص وعلاج 746 شخص بالمجان ضمن مبادرة بداية جديدة. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة كفر الشيخ سلمت 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أطلقت جامعة سوهاج قافلتها الطبية المجانية وقامت بفحص وعلاج 736 مواطن بالمجان في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية، وبتهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية للمواطنين، وده ضمن جهود الدولة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في البشر. في الشرقية نفذت شركة مياه الشرب 150 وصلة مياه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وده بقرى أبو عياد، المنجاة الصغرى، بحر البقر، مركز ومدينة الحسينية، وده في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان لرفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية. أعلنت محافظة الوادي الجديد توزيع 800 قطعة ملابس وشنط مدرسية على الأطفال بمراكز الدخلة وبلاط وباريس بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد ضمن انتظام العمل في فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالمحافظة. شهدت محافظة الإسماعيلية تسليم عقود المحال التجارية بسوق الجمعة المطور لعدد من التجار، وبيأتي الهدف من التطوير في محو الوجه المظلم عن سوق الجمعة اللي أصبح صداع مزمن في قلب محافظة الإسماعيلية، والعمل على توفير مكان آمن للبائع والمواطن. في البحر الأحمر كشفت جداول الوصول لمطار الغردقة ومرسى علم الدوليين عن وصول 77 رحلة طيران دولية من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، وبتشهد القرى والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم تنوع كبير في الجنسيات، حيث يتواجد قرابة 18 جنسية أوروبية. وافق المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا على إنشاء 5 مدارس وإحلال وتجديد 3 مدارس، وده لتخفيف التكدس والكثافة الطلابية بالفصول، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الأوراق المطلوبة. في الأقصر حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر 45 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1100 سائح من حول العالم، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم إن مستشفيات المحافظة الحكومية بالإضافة للوحدات الصحية تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 29,000 مريض في عيادات الأسنان خلال شهر أغسطس الماضي، منها توقيع الكشف الطبي على 12,750 مريض بعيادات الأسنان بالمستشفيات، بينما تم توقيع الكشف الطبي على 16,250 مريض بالوحدات الصحية خلال شهر أغسطس الماضي.